ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني ومشاهدين قناتي، أهلا وسهلا بيكم. معكم جرمين المحلاوي، للي أول مرة يشوفني يسعدني اشتراككم بالقناة مع تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وياريت أي فيديو يعجبكم تعملوله شير مع أصحابكم وقرايبكم علشان يشوفوا أكبر عدد من الناس. النهاردة معانا أكلة سي فود حلوة جدا زي ما انتم شايفين، الجمبري القمر ده النهاردة هنعمل أكلة واحدة منهم. اللي حابب يشوف بقية الأكلات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهتلاقوا جميع أكلات السيفود والأسماك كلها في قائمة خاصة بالأسماك. النهاردة هنعمل الكاليماري المحشي رز بالجمبري، حاجة حلوة جدا لعشاق الصبيط كمان. الأكلة دي حلوة قوي قوي قوي. يلا كملوا معايا الفيديو للآخر. وبالنسبة للجمبري المشوي على الجريل والجمبري اللي بشوربة الكريمة، إن شاء الله هتلاقوهم في القناة بإذن الله. يلا كملوا معايا الفيديو للآخر، وبليز ما تنسوش لايك 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 للفيديو. حاجة معايا زي ما انتوا شايفين الكاليماري المحشي، اللي هو ده شكله للي ما يعرفوش، اللي هو الصبيط الصغير. طبعا هو شكله قبل التنظيف مش كده خالص، وهو زي ما انتوا شايفين من جوه كده، ده المكان اللي احنا هنحشيه. انا منضفاه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هسيب لكم طريقة تنظيف الكاليماري في شاشة النهاية وفي صندوق الوصف كمان. هنحتاج ايه كمان في الحشو؟ هنحتاج الجمبري اللي هو الصغير، هو بيتباع كده، وكمان هنستخدم اللي هي صوابع الكابوريا اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، بيبقى ده شكلها متوفرة في كل سوبر ماركت. وكمان ده الرز المفلفل بتاع رز الصيادية، انا خدت منه تقريبا 4 معالق بس علشان انا مش محتاجة رز كتير، انا عايزة الغالبية تكون الجمبري والكاليماري. وكمان هحتاج مستردة، والصوص ده اللي هو الاوستر صوص، ده صوص للاكلات البحرية، انا جايباه من اسكندرية، تقدروا تجيبوه من اي مكان في كارفور، بس لو مش متوفر عندك خلاص، بس بصراحة بيدي طعم حلو جدا 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 لاي حاجة اكلة بحرية انت هتعمليها. تمام، يلا بينا بقى علشان نشوف الطريقة. الطريقة سهلة جدا وسريعة جدا. بقى في طاسة يدوبك فيها معلقة زيت واحدة، هبتدي انزل بالجمبري والكاليماري، هديله طشة بسيطة جدا. الكاليماري وقع. هندي رشة فلفل اسود بسيطة، ورشة جنزبيل، ورشة بابريكا، ورشة كمون، ورشة كركم، وكان اقلب بقى كل ده مع بعض. الجمبري ده مش هياخد بصوا دقيقتين على النار وهيكون جاهز واستوى معانا. وهنضيف بقى يعني يعتبر معلقة كبيرة من الصوص الخطير اللي انا بقول لكم عليه، ومعلقه مستردة. يبقى احنا كده حطينا معلقه اللي هي الاويستر صوص اللي انا قلت لكم عليه، ومعلقه مستردة صغيره. هقلب مع بعض كده كويس جدا، وبس اللي باقي رشه ثوم. بالنسبه للبهارات اللي انا استخدمتها دي كلها هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف زي ما انتم متعودين معايا. اهو اخر حاجه رشه الثوم البودر. بصوا انا هحط معلقه ميه، معلقه ميه سخنه بس، الجمبري هيستوي وبعد كده نشوف هنعمل. دلوقتي بقى الجمبري الجميل بتاعنا اهو جاهز. على فكره انتوا تقدروا تعملوا الجمبري بالطريقه دي، بس تكون كميه اكبر وتعملوا سندوتشات هيبقى طعمه حلو جدا. هنجيب بقى الرز ونحط ايه، هنحط دول بس كده ونشوف، ونقلب كله مع بعض. مش قادره اوصف لكم طعم الجمبري قد ايه رائع جدا. كده الحشوه بتاعتنا بقت جاهزه. دلوقتي بقى انا هبتدي احشي، وانا مجهزه خله اللي هي انا قطعت اللي هي يا اما خله السنان او العصايه الشيش طاووق، هنقطعها صغير بالشكل ده. هنبتدي بقى نجيب الكاليماري بالشكل ده ونبتدي نحشيه كانك بتحشي بالظبط ممبار، يعني بيبقى طعمه حلو جدا جدا.
هنحشي كده ونتأكد ان هو دخل للآخر. حاولي وانت بتحشي تكوني بتحشي على طبق لوحده، مش في الطبق اللي فيه الرز. ليه بقى؟ علشان لو الرز ده اتبقى ما يبقاش خلاص، مش هينفع يتاكل، لان طبعا الكاليماري ممكن ينزل اي مية اي حاجة. هقول الكاليماري لسه ني، ولسه هنشوف الطريقة بتاعت التسوية بتاعته ازاي. احنا مش عايزينه يتحشي للآخر علشان لسه هنسلقه، فمش عايزينه يفتح مننا. هنتأكد كده ان احنا حشيناه كله للآخر اهو زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هبتدي اقفله، الخطوة دي مهمة جدا اهو بالشكل ده، علشان ما يفتحش مننا، والزيادة دي خلاص مش عايزينها اهو بالشكل ده. هنعمل واحدة كمان. في ناس بتجيب الكاليماري اللي هو بيبقى حجمه كبير، انا بصراحة ما بحبوش كده، انا بحبه اللي هو يعني قطمتين، يعني مش بحبه يبقى كبير بصراحة، بس طبعا كل واحد ورغبته. طب نحشي بايدي بقى، بلاش المعلقة، ونحاول ناخد اكبر كمية من الجمبري اهو. بصوا بالشكل ده، بصوا نحشي وننزل لتحت كده اهو بالشكل ده. ناخد الرز اللي واقع ده ونبتدي، لا لسه عايزه شويه، يعني مش عايزينها تبقى فاضيه، في نفس الوقت ما تبقاش مليانه على الاخر. بصوا اهي لسه فيها. الاكله دي حلوه جدا، وبتبقى في اي عزومه سي فود او اكله سي فود بتبقى حلوه جدا اهو. بس كده، وبرده نقفلها بالشكل ده. احنا في الاخر هننزل كل الرز الزياده ده كده اهو بالشكل ده. هخلص بقى الكميه وارجع لكم على طول. شايفين انا خلاص اهو خلصت الكميه، حشيتها كلها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اثناء ما تبتدي ان انت تحشي لازم تحطي ميه على النار، تكون ميه سخنه، لان هنسلق فيها الكاليماري. يلا بينا بقى علشان نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنحط الكاليماري زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى علشان البخار اهو. هنبتدي نحط الكاليماري، هيتسلق ما بياخدش وقت طويل، يعني تقريبا اللي هو يعني قولوا بالكتير قوي ربع ساعة. اول ما هيستوي هنبتدي نحمره ونشوف شكله في النهاية عامل ازاي. وعملنا الكاليماري المحشي بالجمبري وبالرز، وقدمناه كطبق مع أكلة السي فود اللي احنا عاملينها، أكلة جميلة جدا، والكاليماري طالع حلو قوي. يا رب الطريقة النهاردة تكون عجبتكم. بليز ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا بقية الوصفات الحلوة الجميلة اللي احنا عملناها. أشوفكم على خير في فيديو جديد من قناتي أنا جرمين المحلاوي. سلام.